لا لا أكيد يعني أحمد، يعني اليوم نتكلم عن مؤشرات، يعني مؤشرات الاستهداف لأربيل عالية يعني المخاطر، يعني ليست نتكلم عن مجرد تهديد، يعني نتكلم عن أفعال، عن عمليات، عن استهداف. تعرف أنت استهداف أربيل يدخل ضمن نطاق الصراع التركي الإيراني بالدرجة الأولى، لا نستطيع أن نقفز على هذه المرحلة. تركيا وإيران كانت نوعا ما تمارس التناظرية في الوضع العراقي في هذا الموضوع. أصبح الغاز، السوق، التواصل، العمل السياسي، تشكيل الحكومة، كلها عوامل ضاغطة، من غير أنه تكلمنا قبل شوي قلنا أنه كل ما يكون هناك ضغط كل ما يكون العراق هو الملعب. أربيل يعني وفقا للنظرة الاقتصادية التي تحولت نوعا ما باتجاه تركيا، إيران ترى أنه العراق كله سوق لها، وبالتالي أي تحول في هذه النقطة، أي بديل تأخذ تركيا بدل ما تكون مع إيران سيكون تحت الضرب. التفسير الإيراني على الأقل، ونقول السلوكية الإيرانية، نسق الفعل الملموس لها، الفاعلية في هذا الاتجاه تستخدم البروكسيز. البروكسيز متيسر ومتواجد وما تقدر تسيطر عليه لأنه هو خارج القانون بشكل عام. بعدين أنت اليوم تتكلم عن أربيل. أربيل تمارس سياسة متزنة مع الجميع، ترتقي إلى ليس فيدرالية، ترتقي لكم فيدرالية، ولكن هذا لا يعجب. أنت لا تنسى النقطة الأساسية بالنسبة لإيران هي منع تكون يعني كيان كردي، هذا اللي هو تضغط عليه أيضا، إضافة إلى ما تكلمنا سابقا. وبالتالي أكيد يعني أربيل تحت قائمة المخاطر التي تعتمد على سياق التعامل من إيران ومع أربيل بالذات وليس السليمانية.